بالفترة الأخيرة هواية يتردد مصطلح صديق البيئة بهواية مجالات ومختلف المجالات. المجال اليوم اللي راح نحكي عنه اللي هو أيضا صديق للبيئة، مجال الأقمشة. أكيد هواية منكم ما يعرفون شنو الأقمشة صديقة البيئة، ولهذا احنا راح ناخذكم في فقرتنا لليوم معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع بخصوص هذا المجال. ويانا خبيرة بهذا المجال ندى القراغلي. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك حبيبتي، شرفتينا. الله يسلمك، تسلمين. ندى، هسه كنا بدنا نحكي بالكواليس عن الصديق الأقمشة صديقة البيئة، فتعطينا هيك فد نبذة تعريفية لمشاهداتنا مشاهدات كهرمانة عن هذا الموضوع. أكيد طبعا دخلنا بهذا المجال من زمان، بس حاليا تطور الموضوع انه صارت أقمشة صديقة للبيئة اللي يتم إعادة تدويرها وصناعتها من البلاستيك اللي هي بطالة البلاستيك اللي عندنا اياها. يتم إعادة تدويرها واستخدامها كأقمشة. طبعا ممكن المشاهدين يعني او اي ناس او اشخاص العاديين من يسمعون خامة من البلاستيك يخطر ببالهم انه خامة تكون قاسية. هسه دا اسئله شو دا اقول لك، يعني من نسمع انه مصنوع من البلاستيك يمكن واحد شويه هيك يعني صحيح. يقول يعني هي اوكي صديقه للبيئه والصحيه وكل شيء، بس انا ما ممكن البسها يعني. فانت تحكي لنا شلون بالضبط هي الخامه تكون خامه كلش طبيعيه. نعم. ما تحسين اصلا انه هي مصنوعه من البلاستيك او انه هي صديقه للبيئه، بس طبعا يتم التوعيه عن طريق المصممين والتجار بهذا الموضوع. مثل ما تشوفين حتى احنا عندنا اياها كشيلات يكون عليها اللوجو اللي هو الرمز انه هذه من البطاله مصنوعه. اوكي، اللوجو مالتها على شكل بطل. بالضبط، يعني انما هي معناتها صديقه للبيئه ومصنوعه من بطاله البلاستيك. بالضبط. هسه انا دا ألزمها ملمسها كلش طبيعي، كأنه قماش عادي. بالضبط، قماش عادي، يعني الخمله مثل ما نقول احنا مال القماش نفس الخامات العاديه. الخامات العاديه بالضبط، ما تحسين بها تفرق، ماكو فرق بين القماش العادي والقماش الصديق بالضبط. بس للبيئة. بالملمس همين يعني اللي يلبسوه راح يعرفون انه يكون مريحه وجدا للجسم. اذا يعني عكس ما يتراود الى الاذهان، انا من قلتي لي انه مصنوع من البلاستيك يتراود لانه قاسيه على الجسم او على البشره. بالضبط، بس هي لا، عكس هذا تماما. خلف الكواليس قلتي لي صحيه وايضا مناسبه للبشرات مناسبة الحساسه. مناسبه للبشره بالضبط، ومريحه وما تسبب اي حساسيه او اي يعني افكت ثاني. وطبعا حتى مثل ما تشوفين هنا احنا عندنا اياها مثلا مكتوب كم بطل استخدموا بهذا القميص، مثل 10 بطاله. زين، وطبعا يكونون يقدرون حتى يشوفون بالكود مثلا يعني للأطفال وتوعية أكثر من قبل المصممين إنه مثلا هذا الكود يدخلوه مثلا على الإنترنت ويشوفون مثلا الفيديو كامل شنو استخدمه وكم بطل وشلون إعادة التدوير وكل هاي. زين، شنو فائدة الأقمشة صديقة للبيئة؟ شنو اختلافها عن الأقمشة العادية؟ اختلافها احنا أول شيء احنا عندنا الخامات الصديقة للبيئة نوعين. خامات اللي هي مثل اللينن والريون، والخامات هذه تستخدم بالأشياء الكاجوال مثل البناطير، العبايات، الجاكيتات. بس الشيء الحلو اللي هسه احنا جددنا به بعام 2020 خامة صديقة للبيئة تستخدم للفساتين السهرات، اللي هي يتم صناعة خامة البوليستر من البلاستيك اللي هي يعني خامات البطالة والبلاستيك إعادة تدويرها ويتم إنشائها من خيوط. هذه الخيوط تتم هي من البوليستر، فيتم نسيجها وصناعة خامات صديقة للبيئة للفساتين. يعني في شي حالة احنا صار عندنا نوعين من الخامات الصديقة بها، الأشياء الكاجوال والأشياء الفساتين السهرة. هذا يعني اللي هو شيء جديد شي. بالضبط، يعني للمناسبة للأيام العادية وأيضا للسهرات. زين ندى، حابة أسألك يعني شنو اللي يخلي المستهلك أو الأحد يريد يشتري إنه يقول لا خل أشتري هالمرة قماش صديق للبيئة؟ شنو اللي يشجع يعني؟ مثل ما تعرفين بان هسه إحنا هواية أشياء بمختلف المجالات ده نعتمد على الأشياء الصديقة للبيئة. نعم. ونقلل نسبة التلوث اللي دا يصير بالبيئة، فبهيج حال إحنا نقلل من التلوث اللي هو ثاني أكسيد الكربون. نعم. واللي هو جدا مضر على صحة الإنسان. نعم. يعني دائما نحاول الأشياء تكون صحية طبعا، لأنه البديل موجود، البديل الصحي موجود. بالضبط. بنفس النوعية، بنفس الـ يعني جودة المنتج وجودة الأقمشة. والأسعار همينة هسه دا أسألك السعر، الأسعار هي الأسعار نفس الشيء أو أغلى؟ لا، الأسعار نفس ما هي، كأنه قماش عادي يعني متناول الجميع، فالكل. نعم. يقدر ممكن يستخدمها. يعني إحنا هدفنا تكون توعية وتكون الأسعار مناسبة ومتداولة للمصممين والتجار. حلو. أيضا حلو. والناس تعرف من الكود الموجود على القماش او الملابس، حتى الملابس هسه اي حتى الملابس مثلا يكون مكتوب كم بطل استخدم، ومثلا هذه بالشيء اللي يكون موجود عليه الرمز او اللوجو، فممكن حتى الناس من يلبسوه يقولوا هاي شنو يعني، فيبدي انتشار الموضوع وتوعيه اكثر. حلو.
طريقة العناية بهاي الأقمشة، يعني طريقة الكوي، غسلها، الألوان هل تتغير ولا لا؟ تبقى جودتها عالية جدا. نعم. والألوان نفس ما هي، وطبعا الخامة يكون بها مثل طريقة الكوي مثلا شلون، أو طريقة الخزر، بيكون كلها تعليمات، بس بشكل عام هي يعني أشياء يعني معتادة ونفس الأشياء القديمة، نفس الأقمشة، الأقمشة العادية بالضبط، بس مجرد مصنوعة من خامة البلاستيك، من خامة البلاستيك بس بطريقة صحيحة. وحتى مثل ما تشوفين هذه هي خامات صديقة للبيئة. نعم. من الخامات اللي هي تكون للسهرات، فتحسين يعني انت مثل ما تشوفيها كانها ماده يعني طبيعيه، قماش عادي، بس هو مصنوع من خامات الصديقه للبيئه اللي معاده. نعم. تدويرها من البلاستيك. من يعني فالسؤال هيك يتراود الى الاذهان، بما انه الاقمشه صديقه البيئه مصنوعه من البلاستيك، من البلاستيك، فشون العنايه بها خصوصا بالكوي، بالغسل، بالالوان؟ هل البلاستيك يعني يتفاعل ويا اشعه الشمس؟ تعرفين خصوصا باجواءنا الحاره، واحنا بالعراق دائما جونا حار واشعه الشمس قويه. صحيح. بان هي اول. نعم. شيء هي ما راح يتم صناعه البلاستيك لبطاره البلاستيك دايركت الى الاقمشه، وانما حتمر بعده مراحل، من ضمنها يتم المرحلة الأولى تصير عبارة عن خيوط، فهاي خيوط البوليستر راح يتم استخدامها كنسيج وأقمشة، فتكون كأنه طبيعية. نعم. يعني ما راح تأثر كصناعة بعدين أو ملابس إنه تحسين مثلاً بيها حرارة، أو إنه مثلاً تصير أو تتأثر بعوامل البيئة، أي أو مثلاً تصير مثلاً تحسس بالبشرة، بالعكس حتكون كلش طبيعية، وهذا الشيء اللي دا يميزها إنه هي خامة صديقة للبيئة من البلاستيك، ما بيها أي مواد ضارة، لأنه هي مرت بعدة مراحل وصلت إلى أنه خيوط ونسيج وحالها حال الأقمشة العادية. بالضبط، صحيح. يعني فإذا هي حالها حال الأقمشة العادية، بس مجرد بها ميزة أكثر إنه هي صديقة للبيئة. صحيح. بنهاية لقائنا اليوم احنا جدا استفادينا من المعلومات اللي قدمتيها، جدا شاكرين لوجودك ويانا. نتمنى إنه الأقمشة والمنتجات بصورة عامة الصديقة للبيئة تلاقي رواج بالعالم أجمع. شكرا لكم.